نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية في قرية بني غني بمركز صملوط. قدمت القافلة الطبية للمواطنين حيث تم من خلالها صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات إلى المستشفيات. النهاردة القافلة معنا بتضم تخصصات البطنة والجلد والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والجلدية والجراحة والأسنان والأنف والأذن والرمد. معانا معمل طفيليات، معمل دم، جهاز أشعة إكس راي، أدوات تسكيب صحي، خدمة كشف مبكر على الضغط والسكر، وبرضه لو في حالات محتاجة تحويلها لأقرب مستشفى عام أو مركزي بيتم تحويلها لتلقي العلاج مجانا.